ما لحق صدى الرد المفحم لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته بمنتدى الدوحة 20 يهدى إلا في تصريح وزاري سعودي جديد ترند في كل المنصات. بنتكلم عن رد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على مذيعة CNBC هادلي جامبل على أو خلال افتتاح القمة العالمية للحكومات في الإمارات. هادلي حاولت تسأل سؤال ذكي لكن جاه الرد الأذكى. As you gentlemen have so often said to me, the purpose of OPEC, the purpose of OPEC Plus is to stabilize the market, provide stability. How can you possibly trust a partner who literally destabilized global energy prices by invading Ukraine? I ask you, who has been throwing these rockets and missiles at us and at Abu Dhabi? Who is financing? Who is training? Who is supplying these weaponries? Is a member of OPEC. I leave it for your imagination. مثل ما شفتوا المذيعة سألت الوزير عن موضوع إخراج روسيا من أوبك باعتبارها مزعزعة لسوق الطاقة في العالم بعمليتها في أوكرانيا، ورد الأمير ببساطة كان: وبالنسبة للعضو في أوبك اللي بيطلق صواريخ على السعودية والإمارات، والمقصود طبعا إيران. وابتسامة المذيعة بعد الرد كافية ووافية. تصريح وزير الطاقة السعودي متصدر كل المنصات سعوديا وخليجيا وعربيا أيضا.